تحت شعار مستقبل السياحة المتوسطية وتحت إشراف السيد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي، افتتح يوم الاثنين 16 أفريل الجاري بأحد نزل جربة الورشة الوطنية حول إنعاش السياحة. قد حضر الندوة عدد هام من أصحاب وكالات الأصفار ممثلين عن أكثر من 300 دولة أجنبية وخاصة الدول الأوروبية. وقد تعرض الحاضرون إلى الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي ككل في فترة ما بعد الثورة، وبحثوا في الحلول التي يمكن أن تحقق ولو جزئيا انتعاشة لهذا القطاع، خاصة ونحن في بداية الموسم الجديد 2012. هذا كما صرح السيد حمادي جبالي رئيس الحكومة أنه سيتم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة للنهوض بهذا القطاع، وستقوم الدولة بالتشجيع على سياحة الدول المجاورة كالجزائر وليبيا وغيرها من الحلول التي أدلى بها في هذه الندوة الصحفية. Absolument, nous allons développer très bientôt, changer les lois. Il y a des réformes structurelles sur surtout la loi d'investissement. Évidemment, c'est un travail laborieux, il faut passer par des commissions, mais nous allons apporter des correctifs tout d'abord en attendant cette loi, cette nouvelle loi d'investissement. Nous allons passer très vite. Pour ces réformes structurelles. Ok. هل تم يعني وجود اتفاقيات معينة في تبادل الخبرات في هذا المجال الخاص؟ هذا جميل، هذا ربط السياحة بالثقافة، سوف ربما نأخذ مثل من هذا التسمية. فعلا نحن نعاني في مشاكلنا السياحية من هذا الانسداد الأفق في النموذج السياحي الذي اعتمد على السياحة الشاطئية، سياحة الماس جانب، سوف ندعمه ونصلحه وأيضا نطوره، لكن في نفس الوقت لابد من فتح الآفاق لخيارات كثيرة، منها السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات. مع الأسف نحن لا نملك الآن مركز ثقافي بأتم معنى الكلمة، مركز سياحي للمؤتمرات والثقافة. إن شاء الله في أقرب وقت يكون هذا حتى أكثر من مركز، وأمر إلى أيضا البدائل الأخرى، السياحة، حتى سياحة الثورة. سوف نعمل نحن مسلك لسياحة الثورة، ينطلق من المدن التي قامت في الثورة إلى شارع حبيب بورقيبة حيث انتصر الثورة. سياحة الغابات، السياحة الداخلية مهمة جدا، سياحة الجيران الجزائر وليبيا. كل هذا إن شاء الله سوف مع أهل الذكر وأهل الإحساس نطور صحتنا، وعند طاقات كبيرة لانفتاح إن شاء الله هذا سوف نفعله وبسرعة. Dernière question, la bande dernière. Je crois que ça est vraiment la question. وندى صحفية سياسية يقول السياحية. طيب. عسلمة. بسرعة سلمي. أوكي. أمين يكون على اسم الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا النوايا طيبة وإحنا عندنا سنوات نحلم في أن السياحة تكون سياحة مختلفة في تونس، وبالتالي أصدقاء تونس هما بيدهم مستعدين يساعدوا تونس على أنها تكون بلاد سياحتها قوية ومتطورة. كل هذا قاعدين نشوفوا فينا في أمال بعيدة في المدى، ولكن الأمال قريبة في المدى بالنسبة إلى الموسم السياحي هذا. لأن كان فما جلوس مع أهل المهنة، وجود استراتيجية لإيجاد حلول قريبة المدى لإنقاذ على الأقل هذا الموسم السياحي في مصر. بكل حال السياحة قضية العمل، السياحة وغيرها مش بشكره على هذا القطاع، ولكن حسب إمكانياتنا مش باش نفتحوا أبواب الجنة ونقولوا باش نحلوا كل شيء. عام هذا همنا الكبير هو أن نرجع إلى ما كنا من مستوى على الأقل 2009-2010. إحنا كلنا سنموت، كلنا ضايق بالموت، ولم أكن أعبأ يوم ما بقضية الاغتيال. اغتيال الثورة هو الذي يهمنا، وأنا متأكد أن الشعب التونسي لن يترك الثورة ولن يسمح باغتيالها. لا أريد أن أدخل في الفيسبوك وفي الإنترنت، فقالوا لي حساب جاري قطري والآخر تركي، فالحمد لله أنا غني، لكن غني بثقة الشعب التونسي إن شاء الله. لا خوف على تونس من الاغتيالات، الشعب التونسي تمرس وهو سيدافع عن ثورته مهما كانت الأشخاص.
ذات حكايه الدور. والله انا عندي ثقه كامله في امكانيه البلاد، هذه السلعه اذا صح التعبير هذه القيمه، قيمه الديمقراطيه. راهو السائح ذكي كما التونسي، السائح ذكي. حدنا قليلا عن المحتوى السياحي لهذه الندوة الصحفية، وسألنا السيد الوزير الأول كيف سترد حكومتكم الاعتبار للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم في أحداث 9 أبريل التي اعتبرها البعض خطأ فادحا لحكومة وإن كانت شرعية. Anything.